صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، يوم جديد وصباح يوم جديد على كل الناس اللي بتشوفنا. ان شاء الله النهارده هيكون معانا عده فقرات مختلفه ومتنوعه، منها الاجتماعي والسياسي، يعني نشوف ايه اللي بيحصل في البلد النهارده او الاسبوع اللي فات. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا ساره، صباح الخير مره تانية على كل بيتابعونا النهارده الثلاث 28 يونيو، ويعني اخر خلاص داخلين على اخر اسبوع في رمضان، فكل سنه وكلكم طيبين. شوفي عدى بسرعه جدا السنه دي. كالعاده بنكون موجودين معاكم على مدار ساعتين، بنحاول نغطي الاحداث على المستوى المحلي والدولي، واكيد كمان بيكون معانا فقرات اجتماعيه نبتديها معاكم بفقره الصحافه. هيكون معانا فقره الصحافه الاستاذ مصطفى امين، هو المحلل والباحث السياسي. هنتكلم النهارده معانا عده منشطات وعناوين صادره صباح اليوم هيعلق عليها ضيفنا النهارده ان شاء الله. فن الانشاد الديني من احلى الفنون، ناس كتيره جدا بتحرص ان هي تستمتع بيها، خصوصا واحنا في شهر رمضان، شهر الذكر عموما، الذكر، التهليل، التسبيح، المديح للنبي عليه الصلاه والسلام، من اكتر الحاجات اللي فعلا الناس بتحبها وقريبه جدا من قلبها. النهارده عندنا موضوع مختلف شويه، دايما بنكون متعودين ان في منشد، النهارده هيكون معانا منشده وهي شيماء ابو بكر سعيد، وهتكلمنا اكتر عن الانشاد. كمان هيكون معانا النهارده الدكتور عادل مدني، هو استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر، هنتكلم عن موضوع يمكن كل الناس بتواجهه، وهو انه اي اتنين متجوزين احيانا كتير قوي الزوجه بتغير على جوزها من اصدقائه. فيعني هنشوف الموضوع ده ممكن تطوراته تحصل او توصل لحد فين وايه الحل. يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سبب صدمه لناس كتير جدا، خصوصا الدول الاوروبيه، ولكن العالم كله كمان هيتاثر بالقرار الاخير، فهيكون في تداعيات سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي، نتكلم عنها النهارده بالتفصيل مع ضيفنا استاذ صلاح لبيب الباحث في الشؤون الدوليه. كمان هيكون معانا دكتور صلاح هاشم، وهو استاذ التنميه والحمايه الاجتماعيه بجامعه الفيوم، هنتكلم عن مقالاته في مجال التنميه النهارده، وموضوع هام جدا وهو قصه نهر النيل. خلينا نبتدي معاكم فقره الصحافه بعد الفاصل مع ساره.